السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر من شخص وأكثر من صديق يعني خايف من اللي بيحصل في 2020 والكوارث المتوالية، يعني ما بنلحقش نخرج من حاجة غير لما ندخل حاجة تانية أسوأ. فكان تقريبا نفس السؤال، هل دي نهاية العالم؟ طيب، بداية نهاية العالم لا أحد يعرفها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا الأنبياء ولا الملائكة يعرفوها، دي من الغيب عند ربنا. لكن اللي أنا عايز أتكلم فيه إن هي ممكن تكون بداية، بداية لإيه؟ بداية النهضة، بداية النهضة. إزاي يا عم؟ لا لا، أنا متفائل، متفائل إن دي تكون بداية لنهضة، بداية إن إحنا نبدأ ننتبه إن العلم أهم بكتير من الهلس، وإن العلماء والدكاترة دول أهم بكتير من المغنيين ومن الممثلين. واحنا شفنا الفترة اللي فاتت مبقاش حد يهتم بأخبارهم، والناس كلها متابعة الدكاترة وتشكرهم، ومبقاش فيه حاجة سيئة. وبدأ العالم كله يتجه إن هو يشارك المعلومات ويفتح الأوبن سورس والمكاتب تبقى مفتوحة، ودي حاجة جيدة جدا. موضوع الأوبن سورس إن احنا نشارك المعلومات ولا نحتكرها ولا نعتقد إن احنا يعني اخترعناها، بالعكس احنا مجرد بس إيه بنوصل المعلومة ويمكن نزود كلمة أو كلمتين، بس مش حد بيخترع العلم من أوله، لا كل واحد بياخد من اللي قبليه وبعد كده بيحط البهارات بتاعته والتاتش بتاعه ويسلم ليه الجيل اللي بعديه. فالموضوع إن شاء الله يكون أفضل، يعني هنخرج من التجربة دي ومن الأيام دي إن شاء الله أقوى وأحسن، ونبدأ نتبني مفاهيم جديدة زي العمل أونلاين والعمل من خلال شبكات الانترنت، مش لازم ننتقل من مكان لمكان ونجتمع في مكان واحد. بدأنا نشوف مفهوم النظافة، يعني حتى كل الحاجات اللي اتقالت في الكورونا لو انت عايز تعملها بشكل يومي لذيذة جدا ان انت تكمل طول حياتك كده، جميلة جدا ان انت تبقى حريص على النظافة، حريص ان انت اول ما تدخل قبل ما تلمس اي حد تغسل ايديك كويس، قبل ما تلعب مع الاطفال تغسل الاكل كويس، كل الحاجات دي المفروض تبقى بشكل كويس. الصورة اللي انا حاططها دي التلوث قل بنسبة 48%، تمام؟ أنا مش بقول لك بقى 1000000%، لا أنا دي أرقام علمية وأرقام دقيقة. 48% بالذات في الصين، الصورة دي من نيويورك بس في الصين المصانع كلها واقفة فالتلوث قل. فأه طب ما تيجي بعد الموضوع ده، طب ما تيجي نتجه للمصانع النظيفة ونتجه إن إحنا نحافظ على البيئة ونفهم إن إحنا مستخلفين في الأرض، فالمفروض إن إحنا ما نلوث الأرض، إحنا نحاول نحسنها ونحاول نخليها أفضل. وبنظرة عامة على التاريخ هتلاقي إن التاريخ شاهد كوارث أكتر من كده بكتير، تمام؟ في فيروسات وفي أمراض، في حاجات بسيطة جدا دلوقتي بالنسبة لنا حاجات بسيطة زي الملاريا بقى في علاج ليه، الجدري بقى في علاج ليه، الحاجات دي قضت على ملايين الناس، الإنفلونزا فترة فترة قضت على ملايين الناس. فدلوقتي الحمد لله بدأ يبقى العالم يتشارك المعلومات، وبدأ إيه أول ما أعرف حاجة في وعي وفي كذا، فالعدد بيقل، وان شاء الله ان نتمنى ان هم يوصلوا للدواء. واحنا عندنا كلام صادق من الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله داء الا خلق له دواء. فان شاء الله يلاقوا دواء في اقرب فرصه، ويعني بشروا ولا تنفروا. العلماء بدأوا يجربوا الادويه القديمه اللي كانت موجوده بتعالج السارس او بتعالج اي فيروسات قديمه، وبيشوفوها تجيب علاج ولا لا. الموضوع ده في الصين وفي المانيا وفي امريكا وفي الصين. طب بالنسبة للدول العربية، تمام، بالنسبة للدول العربية احنا عندنا قامات علمية زي بيهدر كتير بتمسك الأسامي، عندهم إمكانيات حلوة جدا، تمام، بس مش متوفرة في البلاد العربية. يعني عندنا عقليات كويسة جدا، يمكن أنا أعرفهم في المجال الهندسي أفضل من المجال الطبي، بس في المجال الطبي فيه دكاترة كتير جدا بس مفيش إمكانيات، مفيش ملاك علمي. فدي اللي احنا بنفكر فيها، إن الدولة بعد كده تبدأ تفهم ان لازم يكون في يعني جزء من الدخل يصرف على البحث العلمي. تقريبا اسرائيل بتصرف 3% من الدخل على البحث العلمي، وده اللي بيخليها تتطور. احنا عندنا لا، احنا بنصرف تقريبا نص من 1% على الشكل، يعني على ايه، مكافئات، على ما فيش حاجه اسمها اجهزه حديثه وحاجات زي كده، لا محتاجين ان احنا نهتم بموضوع البحث العلمي. من ضمن الإيجابيات اللي حصلت أو السؤال اللي سألته: إيه رأيك في بصراحة شديدة في الحكومة المصرية؟ لأن أنا مصري، أنا
يعني اتكلمني على اي دولة تانية غير بلدي يعني. حتى بص لها منظر ان انا مثلا ماشي على القهوة وفي ناس كتيرة موجودة، فبمشي طول اليوم من غير ما اتكلم، انما لما الاقي ابني لازم هدخل هتخانق وهخرجه من القهوة واضربه. فمصر بالنسبة لنا اهم من اي دولة تانية. طيب بالنسبة لمصر الصراحة الأداء كان أفضل مما كنا نتوقع، الأداء كان كويس جدا، وما بقولش إن هو أحسن حاجة، وما بقولش إن إحنا طلبنا رقم قياسي وإن إحنا أحسن من الدول كلها. بيقول لك إن مصر الدولة الوحيدة اللي بعتت جابت رعاياها من الصين من غير ما تدفع فلوس، لا في دول كتيرة بعتت منهم الأردن وكذا، بس فعلا الأداء كان أفضل من اللي إحنا كنا متوقعينه، وأداء كان كويس جدا، وأتمنى إن هو ده الأداء اللي يكون الأساسي كل المشاكل بتاعت مصر. يعني نتمنى ان الاداء يبقى جيد. تمام، في صفحات كتير بتهاجم وتقعد تتريق وتمسك السلبيات، لا انا شايف ان الايجابيات اكتر كتير من السلبيات. شايف ان الاداء كان احسن، وليه وعندي تفسير كده مش هيعجب الناس، بس ده التفسير بتاعي فعلا. ان هم عملوا موضوع الحظر، عملوا موضوع قفل بعض الحاجات والحاجات دي كلها، وطبعا الشعب بيتكاتف معاهم وبيقف معاهم وقت جامدة، وده كلام مش مجاملة، ده كلام اللي أنا شايفه. ما نبصش للسلبية أو اتنين وننسى الإيجابيات، ما نبصش للنقطة سودة وننسى الصفحة البيضاء. تفسيري اللي مش عاجب ناس كتيرة، بس ده تفسيري، إن المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده هي مشاكل الفقراء، فالوزراء أو كده مش مهتموا بيها. يعني لو انت عايز الوزارة تحل لمشاكل النقل خليهم يركبوا مواصلات نقل عامة، هتلاقي فيه اهتمام وبدأوا يحلوها. فالمشكلة دي ما كانتش بقى ايه ليها مشاكل الأغنياء ومشاكل الفقراء، دي على الناس كلها، واللي ولو ما اتعالجتش كلهم مش هيلاقوا مكان يتعالجوا فيه، لازم يتعالجوا في مستشفى التصوير، لأن الناس اللي بره مش هترضى تدخلهم حساسات. فكان فيه اهتمام وبدأوا يبقى فيه اهتمام بأصوات العلماء، و فعلا بدأ ياخد برأي العلماء ويشوفوا هما بيقولوا ايه ويتبعوا كلامه. ده اللي احنا نتمناه، احنا نتمنى الخير لبلدنا وكل البلاد بلا استثناء، نتمنى ان كل البلاد تتطور وتتحسن، ومفيش بلد احنا بينا وبينها مشاكل. يعني نرجع تاني للسؤال، هل ده نهاية العالم؟ بص، هو لما تيجي تبص كده على اليومين دول تحس، انما لما تيجي تبص على التاريخ كله من اوله لاخره هتلاقي ان في فترات كتيرة كان الناس تعتقد ان هي نهاية العالم، وبالذات في أثناء مثلا العصور الوسطى، وفي بعض الناس كانوا بيطلعوا نبوات إنها هتنتهي كمان 10 سنين، كمان 15 سنة. في طبعا بعد 10 سنين بيكتشفوا إن مفيش حاجة حصلت فالنبوة تسقط. إنما مثلا كان في أمريكا الجنوبية كان في ناس متنبئة بإن هم إنها تعرف في 2012، الكلام ده من 3 4 آلاف سنة، ففضلت شعب المايا كانت متنبئة بكده. في حتى فيلم لسه متفرج عليه امبارح او بعيد التفرج عليه، اللي هو 2021 عشرين اتناشر 2012 2012 فيلم احداث سريعة جدا يعني. فلا هو بالشرط ان هو يكون في عالم حاجة، ان شاء الله ما يكونش اي حاجة خالص، بس هو احنا مأمورين ان يكون في مشكلة بتتضرع على الله وتدعو الله. وحتى شفنا رئيس امريكا نفسه بيقول لك احنا لازم ندعو الله، ف لا نخجل من اسلامنا ولا نخجل من ايماننا ان في اله موجود، بناخد بالاسباب ونتوكل على الله، لان ربنا اللي امرنا بان احنا ناخد بالاسباب. ما فيش حاجه اسمها افرد صدري وانزل ولن سبحان ما كتب الله، لان لما بنيجي نرجع للسنه بنلاقي سيدنا عمر بن الخطاب ده كان رايح مدينه في الشام ولقى تعاون مع مواس، فسال الصحابه فقالوا لا، في حديث بيقول لو انت جيت ارض وفيها طاعون، عبد الرحمن بن عوف، ما تدخلوش، ولو انت موجود في ارض وفيها طاعون ما تخرجش. طب خلاص احنا هنلتزم بالكلام ده لو حد صحي. طب والناس اللي كانت في المدينه اللي فيها المرض ده عملوا ايه؟ كل واحد يقعد في مكانه، يعني كل واحد يطلع في كهف في الجبل ويقعد فيه. ده الحل فعلا، ان انت ما تقربش من حد فتنقل له المرض. كان في أوروبا في العصور الوسطى كان جه مرض طاعون، وكان عندهم اعتقاد إن هو عبارة عن زي برغوث كده، لو أنت لمست حد البرغوث ده هيتنقل منك ليه فأنت تخف هو اللي يشيل المرض. فكان كل ما واحد يجيله مرض يقعد يجري ويقعد يلمس الناس ويحضن في الناس لحد ما المرض انتشر وموت ملايين.
فلا ده اعتقاد خاطئ. الاعتقاد الصح ان انت تهتم بالنظافه، تعامل كل شخص على ان هو مصاب بالفيروس، وتتعامل مع كل شخص ان انت عندك الفيروس، فتحاول ان انت ما تنقلوش ليه، وتحاول ان انت تتجنب ان اي حد ينقل لك الفيروس، وكده ان شاء الله الفيروس يتم القضاء عليه. الفيروس ان شاء الله نتكلم عنه من الناحيه الهندسيه شويه، ازاي نعمل مباني تقلل الفيروسات دي بجهز لها ان شاء الله. فاحنا مؤمنين ان الكون ليه بدايه، وطبعا ارسطو قال لك لا، قال لك الكون ملوش بدايه، وتابعه في باب ابن سينا بس. والغزالي طبعا عمل كتاب تافه الفلسفه وحجمه في الموضوع دوت، ان الكون ليه بدايه وليه نهايه، والعلم الحديث اثبت ان هو ليه نهايه، سوبر نوفا والانفجار والحاجات دي كلها. بس هو الفكره كلها ان هو بيقول لك ان كل ده حصل بالصدفه او من نفسه، انما المؤمنين بيؤمنوا ان في محرك او في مسبب، الا هو الاله او ذا جاد او الله.